صاي، ازيكم يا جماعة؟ أنا مصطفى اللي كنت شرحت تشابتر 1 الخاص بالكتاب. هنتكلم النهاردة على تشابتر 2، بس كان في سؤالين اتسألوا خاصين بتشابتر 1 كنت حابب أجاوبهم المرة دي. طيب، أول حاجة تايم تريجرد وايفنت تريجرد. كان في حد سألني، طب ما هو لو جينا نفكر كده، ما هو التايم هو عبارة عن ايفنت بيحصل، ليه ما نعتبروش إن هو ايفنت تريجرد يعني؟ عشان نجاوب على السؤال ده هنتكلم على 4 نقط. أول نقطة إن الإيفنت مش لازم يحصل كل فترة معينة مظبوطة، يعني أنا لو جيت قلت لك إن أنا عندي 10 بوتنز أو 10 إيفنتس مختلفين، كل إيفنت بيريليت لأكشن معين، فأنا كده عندي 10 أكشنز. طيب، مش معنى كده إن لازم مثلا إيفنت واحد أو إيفنت اتنين يحصلوا في وقت معين أو كده، ممكن واحد يحصل دلوقتي وكمان شوية كمان ساعة يحصل أو كمان دقيقة يحصل تاني وهكذا، مش مرتبطين بوقت معين. فهنا لكن التايم تريجرد لا، هو حاجه بيريودك، بتيجي حاجه بتيجي كل سينكرونس، بتيجي مثلا كل دقيقه كل ساعه على طول، كل ساعه بتحصل، لكن الحاجه الايفنت ما بتحصلش كل ساعه. طيب، ده اول اختلاف. تاني اختلاف ان احنا عندنا ان الايفنت بيريليت لاكشن معين. يعني ايه؟ يعني مثلا انا نفس المثال، ان احنا عندنا 10 ايفنتس، كل ايفنت مرتبط ب 10 باكشن معين. طيب، يبقى ايفنت واحد بينفذ اكشن واحد، ايفنت اتنين بينفذ اكشن اتنين وهكذا. طيب، يبقى اكشن اتنين عمره ما هيحصل بسبب ان ايفنت واحد حصل، فكده كل ايفنت مرتبط باكشن معين. لكن التايم تريجرد لا، التايم تريجرد ما بيقولكش اصلا تنفذ اكشن ايه، ده هو بيجي يقولك الحق شوف ايه اللي وراك، زي المنبه بالظبط. لو ظبطت المنبه، جيت قلت لك مثلا صحيني كمان ساعتين، هظبطه كمان ساعتين هيرن، بس هو مش هيجي يقول لك اصحى الحق اعمل 1 2 3 4، هو ملوش دعوه، هو هيجي يرن وانت شوف اللي وراك. فبالتالي هو مش مرتبط باكشن معينه، هو الاكشن بتاعته ان هو يجي بس، ده الاكشن بتاعته. طيب، نيجي لتالت نقطه. لو جيت قلت لك نفس المثال، الايفنت بيحصل بناء عليه بيأثر في الاكشن اللي بيظهر لنا، فلما الايفنت يحصل بيطلع لنا اكشن. يبقى لو الابلكيشن واقف في مكان هنا والايفنت حصل، هيريليت للابلكيشن على طول، يقول له روح نفذ الاكشن الفلانيه. لكن التايم تريجرد لا، مش كده. التايم تريجرد هو بيحصل ايفنت هنا، يبلغ حاجه اسمها التايم، بيبلغ حاجه اسمها موديول تاني، لاير تانيه، بيبقى التايم بيتريليت للتايم. التايم ده يبلغ الابلكيشن. بمعنى لو جينا بصينا المنبه، المنبه انا بظبط قلت له مثلا انا عايزك تصحيني كمان ساعتين. التايم ده من جواه ايفنت بيحصل كل ثانية، بيحصل كل ثانية، فبالتالي كل ثانية هتخلي مؤشر الثواني ده يتحرك. بس مش معنى كده ان الايفنت اول ما يحصل هيروح يبلغ اليوزر يصحيه، لا. امتى الايفنت هيصحي اليوزر؟ لما يعدي ساعتين. نيجي بقى هنا للاختلاف الرابع لنفس القصة، الايفنت هنا مش مرتبط بوقت، يعني التايم هنا مش مرتبط بعدد ايفنت، بايفنت واحد بس، ده ممكن يبقى اكتر من عدد. يعني نفس المثال هنا، لو قلت للمنبه يصحيني كمان ساعتين، طيب والايفنت بتاع المنبه بيحصل كل ثانية، فبالتالي الايفنت الثواني هتعدي، تعدي تعدي كل شوية، تبلغ التايم تبلغ التايم، اول ما يعدي ساعة تقوم ساعتين يقوم تعمل الارم تصح الشخص. فبالتالي مثلا لو الايفنت بتيجي كل دقيقة وانا قلت له صحيني كمان ساعة، فهيفضل يعد التايم، المنبه هيعد 60 مرة وبعد كده يديني الارم. لكن الايفنت فجر لا، وقت ما يحصل ايفنت واحد اعمل اكشن الفلاني، وقت ما يحصل ايفنت واحد اعمل الاكشن الفلاني. فلكن التايم تريجرد مش لازم يعدي عليه ايفنت واحد، ده ممكن يكون اكتر من ايفنت بيريليت لتايم معين عشان انفذ الاكشن المعين، عشان انفذ الاكشن بتاعت ان انا ايه اصحيه مثلا. طيب، حد سالني تاني ايه الفرق ما بين، يعني انت كنت بتقول ان التايم تريجرد احسن من الايفنت تريجرد، طب في ايه؟ وازاي اصلا في قصه السي بي يو لود، وانت عمال تقول ان اصلا ان الدكتور مثلا نام 6 ساعات في الايفنت تريجرد في المثال اللي قلته المره اللي فاتت، لكن التايم تريجرد ده انا كل ساعتين بصحيه اقول له شوف المريض اللي وراك. طيب، هقول لك ماشي، الايفنت تريجرد انا بصحيه فعلا كل 6 ساعات، بس مره واحده ممكن يلاقي مريض واحد تعبان، مره ممكن اتنين، مره تلاته مع بعض، مره ممكن يلاقي ال10 مره واحده تعبانين، فحصل ستارفيشن للسيستم فيضطر ان هو يختار من السيستم، فبالتالي حصل كربسه للسيستم، مره واحده ممكن يحصل كربسه في الايفنت تريجرد سيستم. لكن التايم تريجرد انا بصحيه كل ساعتين،
عشان اقول له شوف مين اللي وراك. فيجي يبص للبيشنتس فيلاقي مثلا ان في واحد فكر ان هو يتعب، فبالتالي يعالجه عشان ما يستناش لوقت معين ويلاقيه مره واحده كريتيكال، لا يعالجه من دلوقتي. فلو جينا بصينا ان التايم تيجر سيستم بيوفر لك بريدكتبل كيس، بيوفر لك ان الدنيا محسوبه تعدي عليها وقت معين، كل وقت معين انت بتصحى تشوف التاسكس اللي وراك عشان تنفذها، وبتبقى انت حاسب اسوأ سيناريو ممكن يحصل هيتنفذ عدد تاسكس معينه بحيث ان السي بي يو لود ما يعلاش عن 80% او 85%، لكن الايفنت ما تقدرش تحكمها، وقت معين هيحصل الدنيا كلها تتكبس عليك، شوف بقى مين اللي مهم بالنسبه لك ومين اللي مش مهم. طبعا اغلبيه الاوبريتنج سيستم بيبقى فيها ميكس ما بين الاثنين، بس طبعا بتبقى قايمه اصلا على التايم تريجر سيستم. طيب بعد كده بقى ندخل على الشابتر الثاني. الشابتر الثاني احنا اتكلمنا عن الشابتر الاولاني بيتكلم على فكره ان هو ليه بيتكلم على التايم تريجر وشرح ليه هيتكلم عن التايم تريجر. الشابتر الثاني بيتكلم هو ليه سماه باترنز، ماشي؟ طيب فكره الباترنز ببساطه شديده عشان نفهمها، هو اتكلم على ان احنا عندنا حاجتين. اول حاجه هيتكلم عن امثله. ايه الامثله دي؟ طبعا شرح الوشنج ماشين، وشرح بعد كده كروز كنترول، وبعد كده شرح الكلوت. انا هنتكلم على الكروز كنترول مثلا. الكروز كنترول اللي معرفش مثبت السرعه، مثبت السرعه هو زرار وانت قاعد في العربيه بتسوق بتدوس عليه وتقول له انا عايز اثبت السرعه عند 100، فيبدا ان هو يشوف هو دلوقتي ماشي على سرعه كام، وبالتالي يزود البنزين او ما يدوس على البنزين وهكذا، او يقلل البنزين او ما يدوس عليه خالص. طيب بناء عليه يظبط السرعه، واول ما تدوس على الفرامل السيستم بتاع الكروز كنترول يقف. طيب ده الموضوع سهل؟ لا طبعا، لان انت ممكن وانت طالع السلم زي ما انت نازل، فبالذات نفس القصه للعربيه وهي طالعه منحدر عالي مش زي ما هي نازله، السرعه اصلا المقاومه دي اصلا بتاثر على السرعه بتاعتك، وانت طالع تلاقي اصلا البنزين انت عشان تحافظ على سرعتك محتاج تزود بنزين عن العادي، وانت نازل محتاج تشيل رجلك من البنزين عشان اصلا المقاومه بتاعت الطريق هتشدك لتحت، الجاذبيه هتشدك لتحت. طيب الكلام ده كله بيأثر معاك، فانت لازم تكون حاسبه اصلا، واول ما تدوس على الفرامل السيستم بتاعك يفصل بتاعك كروز كنترول. طيب هو بدأ يرسم بلوك دياجرامز وفلو تشارتس وشويه حاجات كده وشويه معادلات عشان يفهمك الدنيا. قال لك لو احنا عندنا مثلا انت ماشي بسرعه معينه بالعربيه، فجأه دوست على الكروز كنترول سيستم ان هو يشتغل، اول حاجه بحسبها بشوف الديزايرد سبيد اللي انت ظبطتها، وبشوف الاكتوال سبيد، بناء عليه باخد قرار اذا كنت هدوس على دواسه البنزين ولا هدوس عليها، يعني هدوس عليها جامد ولا هدوس حاجه بسيطه ولا مش هدوس اصلا، لحد ما اوصل للديزايرد سبيد اللي انت اخترتها. اول ما هوصل هحتاج ان انا اعمل حاجه اسمها مينتين سبيد، هحافظ على السبيد دي مهما كانت المقاومه بتاعت الطريق او الهواء. طيب مقاومه الطريق او الهواء، فانا محتاج كل شويه اقرا الاكتوال سبيد وصل لكام، لان مقاومه الطريق هو ممكن تزيد او ممكن تقلل للسرعه، لو نازل هتقلل للسرعه، لو طالع لو نازل هتزود للسرعه، لو طالع هتقلل للسرعه. فانا محتاج ان انا احسب السبيد في الطلعه والنازله والحاجات ديت كلها، كل شويه اروح احسب الاكتوال سبيد عشان اشوف انا هزود البنزين ولا لا، عشان احافظ على السرعه اللي انا ظابطها دي. طبعا اول ما ادوس على البريك السيستم كله هيفصل. طيب حط معادله، قال لك انت اول حاجه هتختار ديزايرد سبيد والاكتوال سبيد، لو لقيت ان الديزايرد ناقص الاكتوال الفرق ما بينهم اكبر من 2 معنى كده ان الديزايرد اعلى، يعني انت طرحت الديزايرد ناقص الاكتوال لو طلع اكبر من 2 معنى كده ان الديزايرد عالي قوي، فانت محتاج تخلي البنزين بكام؟ بصفر. تمام. طيب لو لقيت ان الفرق ما بينهم من سالب 2 ل 2 يبقى انت محتاج تزود بنزين او تقلله بس بنسبه بسيطه عشان تمنتين تفضل واقف في المكان دوت، في المكان عشان تحافظ على السرعه في الحته دي. طيب لو انت بقى نفترض ان الاكتوال اكبر بكتير قوي من الديزايرد فهيطلع رقم بالنيجاتيف، فانت محتاج تزود السبيد على اقصى حاجه، بس ما ينفعش تقول لي انا هدوس على دواسه البنزين للاخر، لا لازم يكون معدل التغير بالنسبه بتاع البنزين بالنسبه للتايم محسوب. هو هنا هو حدده لك مثلا ب 8 من 10 بير سكند، فانت لازم هتحدد دوسه البنزين مش هتتغير بنسبه عاليه مره واحده، ليها معدل ماكسيمم يعني. طيب هو قال لك انا تغاضيت في المعادلات ديت على شويه حاجات كتيره جدا، منهم المقاومه بتاعت الهواء، الطريق شكله عامل ازاي، لو في انعوجات كده ولا في شويه حاجات بتاثر على الطريق، ولا مقاومه الهواء نفسها، حاجات كتيره. طيب الحاجات دي طبعا بتدخل معاك في المعادله.
طيب هو ليه شرح الاكزامبل ده؟ قال لك عشان لو جينا بصينا على السيستم اللي ده، السيستم زي ده عشان تنفذه محتاج تعمل ايه؟ تبقى فاهم حاجه اسمها مايكرو كنترولر عشان تنفذ السيستم، تبقى فاهم ماثيماتكس، تبقى فاهم الرياضه عشان تطبق المعادلات دي، وتبقى فاهم انت بتعمل ايه، تبقى فاهم كنترول عشان السيستم بتاعك يفضل ستيبل ما يروحش في حته غلط. عشان تبقى فاهم الدنيا دي كلها لازم تبقى فاهم شويه حاجات شويه علوم جنبها. فقال لك كذلك بالنسبه لاي ابلكيشن انت عايز تنفذه لازم تبقى فاهم هو بيدور حوالين ايه، ولازم تبقى فاهم الكونسبت بتاعه عشان تبدا ان انت تنفذه. شرح الاكزامبل اللي بعده. الاكزامبل اللي بعده هو 7 مثلا 7 سيجمنت، حب يطبقه في حاجه اسمها الكلوك، ساعه. قال لك لو افترضنا ان احنا عندنا رقمين، انا عايز اكتب مثلا هنا 5 وهنا 1 عشان تدل على رقم 15. طيب قال لك عشان اوفر في عدد البنات المفروض ان كل 7 سيجمنت بجيبها بوصلها على عدد بنات، وهنا بوصل على عدد بنات، فانت هتاخد رقم بنات كبير. فعشان يوفر فقال لك انا هوصلهم الاثنين على نفس البنات. طب طب ما انا كده لو كتبت رقم هنا هيظهر هنا. قال لك ببساطه في بيبقى في حاجه اسمها الانيبل بن. لو انت مشغل الانيبل هنا يبقى انت بتكتب على دي، لو انت مشغل الانيبل هنا يبقى انت بتكتب على دي. طيب طب انا عايز اكتب 15. قال لك ببساطه هتعمل انيبل لدي وتعمل ديسيبل لدي وتكتب هنا 1، بعد كده تعكس تعمل لدي انيبل ودي ديسيبل وتكتب هنا 5. طب هتقول لي اف ده انا ماشي يعني كل فتره يعني كل دقيقة بروح اكتب على الرقم، هيبان ان انت بتكتب هنا 1 هنا 5 وهنا ولا شيء، هنا فاضية، وبعد كده هنا 1 وهنا فاضية. يبقى لازم تخلي السرعة بتاعتك سريعة بحيث سرعة الكتابة عليك ان انت بتعمل ريفرش، تكتب كل شوية هنا 5 وهنا 1 هنا 5 هنا 1 بسرعة بحيث ان العين ما تشوفهاش. انا لو خليت لك للداية تنور وتطفي كل 5 مللي سكند هيبان لك ان هي مولعة مش ما بتطفيش اصلا، بس انت مش هتشوف التردد ده. فبالتالي نفس القصة، يبقى هتكتب هنا 5 وهنا 1 بسرعة كبيرة تعدي توصل لـ 5 مللي سكند عشان تشوفها. طبعا انت لو مش فاهم الكونسبت ده او مش مفكر فيه او مش فاهمه عمرك ما هتوصل له. فقال لك ان انت لازم تكون فاهمه. طب واحد قال لي طب انا فهمته وجربته ولحد ما وصلت للموضوع، قعدت اجرب لحد ما وصلت المعادلة الصح. قال لك هتوصل بس عدد محاولات كبيرة وخدت فيه تايم كتير، وكل محاولة من دولت لو انت بتتكلم على شركة كبيرة بيكلفك كوست، فانت الكوست بتاعتك هتبقى عالية جدا. طيب فأي شركة في الدنيا بالنسبة لها بتفكر في ايه؟ بتفكر في كوست وتايم. يبقى انت ما ينفعش ان انت تدخل السيستم وانت مش محضر له اي حاجة ولا فاهم السيستم بيتكلم على ايه وتبدأ تقول لي انا هطبق. ما انت لازم تبقى فاهم السيستم بيتكلم على ايه عشان تبدأ تطبق له. طيب هنا في الكتاب حابب يقول لك المعلومة دي، عشان تعمل اي سيستم لازم تبقى دارس على الاقل انت بتعمل ايه. طبعا مش لازم تبقى حاسب كل حاجه على الورقه والقلم، لان كده كده حتى لو انت حاسب ايه هيطلع لك مشاكل، لان انت مش شغال في يعني في حاجه ايديال بالنسبه لك، فانت كده كده هيظهر لك مشاكل. بس المشاكل او عدد المحاولات اللي انت هتاخدها هتبقى اقل بكتير من وانت داخل وانت مش عارف اي حاجه. طيب بعد كده قال لك انا هخش في قصه الباترنز للمشكله دي. ايه قصه الباترنز اصلا؟ قال لك انا هفكر في قصه الباترنز. قال لك هو شكل معين هعرض فيه اي حاجه هكتبها في الكتاب ده عشان تسهل على الناس تفهم. طب اسهل على الناس تفهم ليه؟ لسببين. اول سبب نوع الريدرز اللي هيقروا الكتاب. ايه نوع الريدرز؟ قال لك انا عندي نوعين من اللي هيقرا الكتاب، واحد هيمسك الكتاب من الجلده للجلده ويقراه، فلو هو بيقرا حاجه مقال ورا بعضه فبالتالي هيحس بملل، اللي هو عمال يقرا هيحس بملل، هيحس ان هو مخنوق، فكل ما يقرا 10 كلمات هيحس ان هو اتخنق فيشوف حاجه ثانيه يعملها، فهو عايز يخلي الدنيا بشكل بوينتس، عيوب مميزات، فيبدا ان هو يتشد، يقول له طب انا عندي حل ثاني، فيبدا ان هو يتشد، يحسسه ان في حد ثاني بيكلمه. طيب النوع القارئ الثاني اللي هو ما بيبقاش عايز يقرا الكتاب اصلا، بيبقى قابلت له تيست كيس معينه فعايز ينفذ، فيقولوا له الحق التيست كيس دي مكتوبه في الكتاب الفلاني، فيدخل يبقى عايز يدور عليها. طبعا لو الكتاب مكتوب على شكل ان هو مقال فيبدا يدور فيبدا يعلم، هيقعد يقرا كتير وممكن ما يوصلش ويكون التيست كيس دي مش مكتوبه في التشابتر ده اصلا، لان هيبقى عنده الدليل الوحيد على وجود التيست كيس دي هو اسم التشابتر بس. فقال له لا، انا لو اسست السيستم بتاعي لاشكال لموديولز كده، فبالنسبه لي جيت قلت لك التيست كيس دي اسمها كذا، التيست كيس دي اسمها كذا، عيوبها ومميزاتها، طب الحلول البديله ليها، فبالتالي اليوزر وهو بيقرا الموضوع ده ويشوف العيوب والمميزات، ما هو يمكن يكتشف ان العيوب دي ما تناسبوش فيروح بحل بديل، فيبقى كاتب له في الباترن الحل البديل هو روح للشكل الفلاني، فبالتالي هيبقى اسهل له انه يعرف الحاجه ديت بتستخدم في انهي تيست كيسز، يعرف مميزاتها وعيوبها، يعرف لو ليها حلول بديله احسن منها، يعرف حاجات كتيره جدا من ان هو يقرا مقال.
طيب ده السبب الاولاني، نوع القراء اللي بيقرا الكتاب. السبب الثاني انه يسهل على نفسه واللي جاي بعده انه يعرف مشاكل غيره. انا لما اقول لك تجربتي، انا وقعت في مشكله كذا وقابلتني مشكله كذا وكذا 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 وما ينفعش انفذها عشان واحد اتنين تلاته، فاللي هيقرا او اللي هيجي يستخدمها هيبقى عارف المشاكل اللي قابلتك، فما يتجهش للمشكله ديت او يتجه للحل ده لانه عارف ان هو قابلتك مشكله واحد اتنين تلاته فيشوف حل تاني. تمام؟ طيب طبعا حابب يتكلم على مشكله، على مثالين للموضوع بتاع الباترنز ده، فدخل في باترن ليه علاقه بعلاقه بالمجال الهندسه المعماريه. دخل يتكلم فيه مثلا في مثال من ضمن الباترنز الموجوده اللي هو ليه علاقه بان هو بالفنادق والليفنج رومز وكده. طب قال لك ان انت اي باترن بيتكون من ثلاث حاجات اساسيه، حاجه اسمها كونتكست، حاجه اسمها بروبلم، حاجه اسمها سوليوشن. كونتكست هو بتسمرايز، بتلخص عليك امتى تستخدم الباترن ده. البروبلم المشاكل اللي قابلتك عشان اصلا تستخدم الباترن ده. السوليوشن هو الحل اللي انت عملت بيه الباترن ده. طيب جه بقى حد مثلا ليه علاقه بالهندسه المعماريه وصف باترن معين بتاعه، قال لك الكونتكست اللي خليك تستخدمه ان انت بتعمل فندق او بتعمل عماره او بتعمل اي حاجه فيها ليفنج روم. المشكله ان وانت بتعمل الليفنج روم ده لازم تعمل ليفنج روم مريحه للناس، الناس وهي قاعده تحس ان هي مرتاحه. تمام؟ طيب عشان وهي بتقرا كتاب بيكلموا بعض او بيشربوا شاي او غيره يحسوا ان هم مرتاحين. طيب السوليوشن الحل، قال لك الناس بتحب دايما تقعد في مكان وتتكلم في مكان قريب من منظر الشبابيك عشان ما يتخنقوش، بيبقى مريح للاعصاب. طيب الحاجه الثانيه بيكرهوا ان يبقوا قاعدين في مكان بعيد خالص، الشبابيك بعيده عنهم خالص، فبالتالي وانت بتديزاين مكان زي ده لازم تراعي ان الشبابيك تبقى قريبه منهم، ان الشبابيك تبقى موجوده في مكان يقدروا يبصوا عليه، يبقى الكراسي والشبابيك موجودين في حته واحده. طيب بعد كده ده طبعا حاجه سوفت وير باترن ملوش اي علاقه بالسوفت وير. بعد كده اتكلم على الاوبزرفر، ده نوع باترن مستخدم في السوفت وير. طيب الكونتكست بتاعه ان هو عايز ان هو بيصمم سوفت وير ممكن يستخدم في مجال في الكمبيوتر او الامبيدد سيستم او غيره. البروبلم اللي واجهته دلوقتي، لو احنا افترضنا ان احنا عندنا اكسل شيت وشركه بترسم الاستاتستكس بتاعتها، انا في سنه كذا حققت كذا، تعرفوا الاشكال اللي بتقعد تترسم شكل الدايره ويقول لك انا حققت في سنه كذا كذا، او الشكل بقى اللي هو اللي يقول لك انا في شكل كذا حققت كذا والاشكال المختلفه دي. طب نفترض ان انا برسم خمس او ست اشكال ما لهمش علاقه ببعض وحبيت ان انا اعدل في واحده منهم رقم، فبالتالي لو عدلت في واحده انا محتاج ان انا اروح لكله اعدل. قال لك ما دي مشكله، انا محتاج ان انا لما اعدل في واحده الكل يتعدل. طيب جت هنا بقى السوليوشن. السوليوشن هنا انا محتاج اعمل حاجه اسمها سبجكت. سبجكت ده اللي هو مثلا الرقم، بيريبريزنت رقم. حاجه اسمها الاوبزرفر التابع للاوبجكت ده. فاجي اقول له انا عندي الشكل 1 2 3 4 5 6. طيب يبقى انا لما اعدل في شكل الاوبزرفر ده، اول ما اعدل في الاوبزرفر ده اللي مرتبط بالسبجكت ده، كل الاوبزرفرز المرتبطين بالسبجكت ده يتعدلوا تلقائي من غير ما انا اتعدل. طبعا بناء عليه ده السوليوشن، طبعا ده السوليوشن. طيب بناء عليه حدد، قال لك انا هزود حاجه في الباترن اسمها الابليكابيلتي اند كونسيكونسز، النتائج المترتبه عليه، ان انت هتعمل سيستم لما بتعدل في رقم بيانديكيت الرقم ده بيأثر على كام حاجه ويعدلها اوتوماتيك، بلس ان انت تقدر تضيف كومبوننت كامله في السيستم ده من غير ما تبص بقى السيستم التاني السيستم بيهيف ازاي. لا، السيستم بقى عباره عن بلوكات متقسمه، كل سبجكت قصادها الاوبزرفرز بتاعها، فالموضوع بقى سهل. طيب عشان كده قال لك ان انا في الكتاب ده هريبريزنت اي حاجه بعملها في شكل باترن عشان يبقى الموضوع سهل ان انا افهمه وان غيري يفهمه وان غيري يقدر يطلع المعلومه بشكل ابسط وشكل اسرع. طيب طيب الباترن، قال لك السوفت وير باترن لازم يتميز بثلاث حاجات. اول حاجه ان هو يبقى كرييتيف، شكل كرييتيف وانتليجنس، ان انت ما بتكتبش اي حل ان انت شكل كده يعني حاجات ملهاش اي علاقه بالواقع، لا ده فكره حلوه جت في دماغك او فكره حلتها بكرياتيفيتي فعملتها باترن، ده السبب ان انت عملته باترن. طيب مفيش باترن في الدنيا بيخلو من الاخطاء، اكيد اي باترن في الدنيا لازم يكون فيه اخطاء. اي باترن في الدنيا لازم يبقى قابل ان هو يتطور، ان هو يتضاف عليه شويه حاجات في المستقبل. طيب الباترن اللي هو حدده عباره عن ايه؟ اول حاجه في الباترن هي كونتكست. الكونتكست دي بتسمرايز التست كيس اللي انت بتستخدمه عشان تستخدم الباترن ده.
طيب عشان نفهم بس هو البوينتس اللي هو هيحطها ازاي، هنفترض ان احنا عندنا مثال، انا اشتريت شقه، تمام؟ فالكونتكست بتاعي ان انا اشتريت شقه مثلا في الدور الفلاني. البروبلم بتاعتي، المشكله دي بتنديكيت ان في مشكله قابلتني. طيب ايه هنا المشكله؟ ان الشقه معرضه ان هي تتسرق في اي وقت. طيب تالت حاجه هي الباك جراوند. الباك جراوند انا هشرح لك، انا في تكنولوجي مثلا احل بيها المشكله دي، بس التكنولوجي دي انت ما تفهمش فيها اي حاجه، فانا لازم اقول لك باك جراوند، اديك هنت كده عن الحاجه ديت اصلا عباره عن ايه. فانا بديك باك جراوند، تمام؟ طيب بعد كده تيجي السوليوشن، الحل، ايه الحاجات اللي اتجهت لها عشان احل. هاجي اقول لك مثلا هنا انا ممكن اركب باب واركب كالون عشان افتح واركب فيه مفتاح عشان اقدر ان احمي، تمام؟ طيب دي ده الحل. طيب بعد كده هاجي اقول لك انا عندي حاجه اسمها الهاردوير ريسورسز، ايه الهاردويرز اللي انا محتاجها؟ محتاج باب، محتاج كالون، محتاج مفتاح، محتاج مش عارف ايه، محتاج ايه وايه وايه وهكذا. دي الحاجات اللي استخدمتها. بعد كده تيجي السيفتي، السيفتي امبليكيشنز، الحاجات اللي بتاثر لك على السيفتي، هل الحاجه دي سيف ولا لا. بعد كده تيجي حاجه اسمها بورتابيليتي، هل الحاجه دي بورتبل انها تستخدم في اي بيت تاني ولا في البيت ده بس لازم تست كيس معينه ولا ما ينفعش انها تستخدم في اي حته تانيه. طيب بعد كده على طول بعد البورتابيليتي تيجي الاوفر اول سترينث اند ويكنسز، الحاجه ديت ينفع تستخدمها في كل الحالات، ليها نقاط ضعف بس ولا ليها عيوب ولا ليها الاثنين، لازم تكتبهم. طيب طب افرض ليها عيوب كتير ما تستخدمها، ما ينفعش استخدمها فيها، خلاص يبقى البوينت اللي بعدها اسمها ريليتد باترنز اند الترناتيف سوليوشنز، الحلول البديله اللي ممكن تستخدمها. طيب هل اسيبك كده وخلاص؟ لا، هيذكر لك مع كل باترن الاكزامبل بتاعته مثال، وبناء عليه هيذكر لك معاه further reading لو انت عايز تقرا في الموضوع ده عشان تستفيد فيه اكتر، فالموضوع هيبقى اسهل لك ان انت تفهمه، فيذكر لك لينكات او كتب او غيره عشان تفهمه. بس كده تشابتر 2 خلص، واتمنى تكونوا فهمت ان شاء الله.